كده خلصنا يوزنج لير ذا ليرز. هنخش على ري ارينجينج ليرز. ري ارينجينج حاجه بسيطه خالص، معناها ايه؟ معناها ان انا عايز اطلع حاجات فوق، حاجات تانية وحاجات تانية هنزلها تحت. يعني مثلا انا عندي اللوجو ده موجود فوق، فوق ايه؟ فوق اللير دي. لو انا نزلته كده، لو انا خدت كليك وسحبته ونزلته لغايه لما يظهر لي الخط الفاتح ده، هينزل تحت اللير اللي موجوده. ممكن لو خدت كلمه وايت ويل دي ونزلتها تحت كده، تحت وايت ويل اهي اختفت. فانا ممكن موضوع الري رينج ده يبقى مهم معايا جدا، لان ممكن يظهر لي حاجات ما هياش ظاهره معايا. فبرجع اعدل في ترتيب الليارات واظبط وضع اللوجو، بدل ما هو مثلا تحت اخليه يرجع فوق اللير بتاعته. ده فكره الري ارينج، يعني اعاده ترتيب الليارات عن طريق ان انا اسحب. ممكن اسحب لير احطها جوه جروب، او اسحب جروب احطها جوه جروب، ممكن اسحب الجروب دي احطها جوه الجروب دي، وهكذا. افتح كده ابص الاقي جروب جوه جروب، واخد الجروب دي اقفلها اعملها كولابس احطها جوه جروب، وافضل احط جروبات جوه جروبات وهكذا. خلاص، بعدين اطلع بره نفس الطريقة. طلع بره. خلاص. Applying a gradient to a layer. الجريدينت واللاير ستايل. فكرة الجريدينت في عندك طريقتين للجريدينت. الطريقه الاولى ان انا استخدم الجريدينت تول اللي قلناها قبل كده، اكليك عليها واسحب في اي اتجاه خط فيعمل لي جريدينت. جريدينت يعني تدرج. طب بختار الجريدينت منين؟ بكليك هنا وبختار الجريدينت وبختار الشكل اللي انا عايزه من هنا. دي كلها اشكال او بريسيتس، اشكال جاهزه. طب مش عاجباني اعمل ايه؟ اعمل انا الجريدينت اللي انا عايزه. ازاي؟ من تحت من هنا، ده اسمه فلاج. لو عملت عليه دبل كليك او اكليك هنا هيفتح لي الكالر بيكر، اختار اللون اللي انا عايزه، وده هنا واخد ابيض دبل كليك عليه فيفتح لي الكالر بيكر، اختار اللون اللي انا عايزه. طيب واللي فوق؟ اللي فوق ده بتاع الاوباستي، يعني الشفافيه، اخليه شفاف شويه. طول ما بتظهر لي المربعات اللي عامله زي الشطرنج دي، معناه ان انا اتجهت ناحيه الاوباستي او الشفافيه. تلاحظ ان لونه بقى جري شويه. لو بقى لو خليته ابيض خالص هيبقى صفر، بس دي يعني شفاف خالص. فانا ممكن ادي هنا لون ازرق، فيل، اعمل فيل للباك جراوند كلها، وبعدين اختار هنا حاجه فيها اوباستي زي كده. برش الازرق، اختار لون زي الاحمر، برضه هو بيجيب لي نفس الاوبشنات، مش مشكله. هختار حاجه زي كده، وهخلي ده بدل ما هو لون ابيض هخليه ابيض ماشي، بس هديله اوباستي صفر. يبقى اذا انا عامل تدريج من اسود الى شفاف. المفروض ان هو التدريج رايح على ابيض شفاف. طب شفاف ازاي؟ لان هو شفاف، ما هو اظهر لي الباك جراوند، واخد بالك؟ من البدايه للنهايه. لو عدت تاني ارجع يكمل على ايه اللي انا كنت عامله. واضحه؟ بعيده تاني. في كذا شكل الاشكال اللي في هنا، الوان مختلفه للجريدينت. ممكن ان انا ازود فلاجز هنا، وكل فلاج احط لون، وممكن اتحكم في التول دي او العلامه دي اللي بين الفلاجز. لو كليكت على اي فلاج ده بيحدد لي مكان التدريج رايح فين. يعني اهو
بيقرب قوي من الفلاج او بيبعد عنه الناحيه دي، خلاص هل هو اللوكيشن بتاعه 50% ولا اقل ولا اكتر، تمام. وبعدين عشان احذف اي فلاج بسحبه لتحت كده، اسحب لتحت. نفس الشيء بالنسبه للكاباسيتي، ممكن اعمل كده نفس الفكره برضو، واعمل كده وغير الالوان، واعمل كده واحط هنا فلاج للكاباسيتي وهكذا، واحرك واتحكم زي ما انا عاوز. وفي بريسيتس جاهزه او اشكال جاهزه. طيب لو مش عاجباني دي كلها بكليك على المنيو دي وبختار توزيعات تانية. لو قلت له اوكي هيلغي الموجوده دي ويضيف الجديده، ولو قلت له ابند يعني الحق، هيلحقها بالموجوده هيضيف عليها. دي كلها عباره عن توزيعات. اوكي لغى، عمل لي توزيعات او بريسيتس. ممكن ان انا اعمل حاجه جديده، اسيف حاجه جديده، ودي اعتقد شرحناها قبل كده. طيب كنسل. في هنا اشكال تانية للاوباستي غير الخط ده، ان هو يعمل لي تدريج او جريدينت من اتجاه واحد. ممكن اعمل جريدينت على شكل دايره، فلو كلكيت هنا هيعمل لي جريدينت على شكل دايره كده. انا اخترت ده، تلاحظ ان دي عامل ازاي. لو اخترت الشكل ده اهو، لو اخترت ده هيعمله من ناحيتين. خلينا على ده، تدريج ناحية واحدة يعني. لو جيت على ده هيعمل زي شكل معين او مربع كده، خلاص. دي فكرة الجريدينت، دي الطريقة الأولى لعمل جريدينت. الطريقة الثانية نسيت اقول لك ان احنا لو عايزين نرسم الخط ده بحيث يبقى مستقيم تماما او بزاويه 90 درجه او 100 او 45 درجه، هضغط على شيفت وانا برسم فيمشي معايا. هضغط على شيفت فيمشي معايا كده بالعرض، او هضغط على شيفت كده فيمشي معايا بالطول. او بزاويه 45 درجه طول ما انا بلف، طول ما انا دايس على شيفت بيمشي معايا بزاويه 45 درجه، تمام. الطريقه الثانيه هي ان انا اطبق الجريدينت اوفرلاي من اللاير ستايل. وتلاحظ بما ان احنا على الباك جراوند مفيش لاير ستايل، مش هينفع ان انا اطبق لاير ستايل. طب عشان اطبق لاير ستايل اعمل ايه؟ كل تولز تقريبا مش فعاله يعني نون اكتف. الحل هنا عشان اطبق على اللاير دي ان انا احولها لاير عاديه، فانا هكليك عليها كليك يمين واختار لاير فروم باك جراوند، اللي هي الباك جراوند دي هنا اسمها الباك جراوند. انا هكليك عليها واختار لاير فروم باك جراوند وهقول له اوكي لو انا عايزها بنفس الاسم. خلاص بقت لاير عاديه، حتى ممكن ان انا احركها من غير ما يظهر لي الايرور اللي كان بيظهر قبل كده واصبح ورا منها الايه الباك جراوند اللي هي الشفافه دي، واخد بالك؟ هنا مفيش حاجة ظهرت تحت منها، لأن مفيش حاجة تانية، معنديش غيرها، هي لير واحدة. في الحالة دي بقى ممكن أطبق هنا اللير ستايل. اللير ستايل بدل ما أختار كلر أوفرلاي هختار جريدينت أوفرلاي، تمام؟ فأجي هنا كده، أنا هنا على الجريدينت أوفرلاي،
واختار من هنا الجريدينت اللي انا عايزه، نفس الفكره بالظبط، مفيش اي حاجه زياده، مش اي حاجه مختلفه. اوكي، وبختار من هنا السكيل بتاعه والاتجاه بتاعه والاوباسيتي. انا اخترت مثلا حاجه زي كده، الاوباسيتي بتاعته طبعا لو صفر يبقى كانه مش ظاهر خالص، ريفرس هيعكسه كده، ريفرس هيعكسه. في لير اشكال اللي كانت موجوده فوق، لينير وراديال يعني دائري، انجل بزاويه، ريفلكتد منعكس يعني اتنين قصاد بعض كده، واخر حاجه دايموند اللي هو اللي شكل معين. تمام، واقول له اوكي. نيجي بقى لحاجه مهمه هنا اسمها adding an adjustment layers. خلينا نشوف الاول، طبعا احنا قلنا خلاص الفلاتنج اند سيفنج فايلز دي قلناها خلاص. خلينا نشوف ادينج ابوردر وابديتنج لاير افكتس. ابديتنج لاير افكتس لما بكون انا عامل افكت زي كده اهو، الافكت اهو مش كده، دي كلها بيسموها افكتات. ممكن ان انا اضيف لاير ستايل تاني عليه، اللاير ستايل ده هيبقى اسمه ستروك، اللي هو عباره عن بوردر لللاير، اطار. اخلي السايز بتاعه كده، تلاحظ انه ظاهر هنا وده الكلر، اختاره مثلا ازرق. انا هنا مختاره كلر، ممكن اختاره جريدينت زي كده، ونوعه زي ما قلنا قبل كده. طب لو مش جريدينت ممكن اختار باترن، باترن يعني نقش، يعني حاجه منقوشه كده، وفي منه اشكال كتير زي كده. ممكن اكبر السايز بتاعه، ده عباره عن بوردر اسمه ستروك خلاص، وبرده فيه اوباستي. تمام، واختار شكل النقش من هنا او الباترن. او كلر. وبلند مود اللي هي انواع البلند، امتزاج الالوان مع بعضها اللي قلنا عليها قبل كده. انا زودت الاوباستي، اخترت انواع البليند مود زي ما قلنا ان في مالتي بلاي وفي الوان مختلفه، لازم يظهر معايا فرق في اللون على حسب. ادي الستروك السايز بتاعه، اوكي. يبقى دي كلها اسمها افكتس خلاص. انا بعمل ازاي ابديت الافكتس ده؟ انا خلاص طبقت الافكت، عايز اعمل له بقى ابديت. ابديت يعني تعديل، بعدل عليه ازاي؟ هو بعمل عليه دبل كليك، ادي الفكره كلها. اكليك هنا اهوت هيفتح لي اللاير ستايل، وابدا اعدل على الافكت اللي انا عايزه. واجي هنا واقول له اوكي. دي فكره ابديتنج اللاير افكتس. يبقى انا كده ما فاضليش غير الادنج ادجستمنت لاير، هتبقى اخر حاجه خلاص. ايه هي بقى الادجستمنت لاير؟ انت فاكر كويس قوي موضوع لما كنا بنقول ان احنا عندنا صوره وبنطبق عليها من قائمه ايمج ادجستمنتس خلاص، وبنطبق الافكتات بتاعت مثلا حاجه زي البرايتنس
الكونتراست. انا هخلي الصوره دي راسترايز لير عشان الافكتات تظهر معايا كانها لير واحده، واطبق عليها حاجه زي البرايتنس مثلا كده، كونتراست ماشي. طيب انا هكنسل، ممكن اطبق حاجه تانية زي الهيو فاغير في الالوان. مشكلة الطريقة دي انها خلاص يعني هو امر بيتطبق وانتهى، مفيش تعديل فيه. طيب انا عايز طريقة بقى اعدل في الحاجات دي بعد كده، يعني اطبق الامر وبعد كده يبقى فيه امكانية ان انا اعدل عليه. فبعمل ايه؟ هاجي بقى هنا اهوت الاخيرة دي اللي احنا سبناها هي دي قائمة الادجستمنت، واختار مثلا حاجة زي البرايتنس او الكونتراست، فيظهر لي على طول هنا اللاير الجديدة فوق اللاير الاصلية، ويظهر لي الكنترولز بتوع البرايتنس او الكونتراست، واقفلها خلاص على كده انتهى الموضوع. طب لو عايز اعدل اعمل دبل كليك هنا، طبعا هو عمل لي هنا لاير ماسك اللي كنا نستخدمه قبل كده في الايه في الاوباسيتي او في الترانسبيرنسي، اعمل دبل كليك هنا فيفتح لي نفس الحاجات دي، نفس الكنترولز دي. وممكن اعمل تاني واحده تانيه لاير ادجستمنت لاير، اختار هنا الهيو والساتوريشن فيظهر لي نفس الكنترولز اللي كانوا موجودين هنا، واعدل في الالوان زي ما انا عاوز، زود الساتوريشن واقفلها مفيش سيف ولا اي حاجه، وبعدين ارجع اكليك دبل كليك هنا واعدل تاني براحتي خالص. فهمتني؟ الفرق الوحيد ان دي ليرات فوق اللير الاصليه وبتاثر عليها، ممكن اغير ترتيبهم فيتغير الايفكت. لاحظت في اختلاف كده، ممكن نزود ده شويه ونغير كده، نغير الرينج. لاحظت مش كده؟ طب ازاي احذف؟ عادي خالص، ديليت ديليت، بسيطه خالص. وارجع طبعا انا حذفت الماسك، ارجع احذف اللير اختفت، ممكن اعمل كده واعمل ديليت اختفت. ادي فكره الادجستمنت لير، خلاص سهله كده. يبقى احنا كده خلصنا شغل اللايرات.